شبكة شام الإخبارية مازن السامي. السلام عليكم أخي مازن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي مازن. على ما يبدو تطورات متشارعة وتقدم لأبطالنا ومقتل عدد من عناصر الأسد ومنهم من تم توثيقه، فكيف تصفون لنا هذه الحالة وأيضا ازدياد وتيرة قصف عصابات الأسد للأحياء السكنية؟ نعم، يعني حقيقة لا زال التصعيد العسكري الأسدي الخطير متواصل على الريف الدمشقي عموما والعاصمة دمشق خصوصا. فصباح اليوم يعني شهدت جبهات حي جوبر ولليوم التاسع على التوالي تنفيذ أكثر من 13 غارة جوية إضافة لقصف مدفعي وصاروخي هو الأعنف، وذلك من جهة عين ترمى وزملكة، طبعا بالتزامن مع سقوط العديد من مجموعات الصواريخ المحمولة بمظلات من الطائرات، إضافة لاشتباكات عنيفة على جميع جبهات الحي وخاصة بالقرب من رحبة الدبابات والشركة الخمسية، وأيضا من جهة حاجز عرفة امتدادا إلى المتحلق الجنوبي على أطراف مدينة الزمركة. طبعا في محاولة من كتاب النظام الأسدية تقدم على عدة جبهات من الحي، الحمد لله تصدى لهم الثوار هناك وكبدوهم خسائر بشرية كبيرة، وذلك من محور جامع طيبة عرف من الذين قتلوا اليوم في من النظام الملازم صلاح مصطفى بكفلاوي ومحمود منصورة وهم من مرتبات الحرس الجمهوري. أيضا في مخيم اليرموك كتاب الأسد قامت بإطلاق النار من سلاح الدوسكا المثبت على أبراج القاعة والمتواجد جنوب حي الميدان باتجاه شارع 30. بالانتقال للغرفة الشرقية، لا زالت البلدات الشرقية والشمالية اللي بتتكلم لها تتعرض لحمله شرسه من هذا النظام المجرم الذي لا تقل اهميه معركه، يعني معركه مليحه لا تقل اهميه عن معركه جوبر المتمثله بمحاوله قوات النظام التقدم في خاصره الغوطه الشرقيه من جهتها الجنوبيه الغربيه، حيث شن طيران الحربي اليوم 4 غارات جويه على بلده حديده الجرش من جهة محور معمل غدق للصناعات الغذائية والواقع غرب وشمال الحديثة، إضافة لاستهداف المنطقة بالعديد من صواريخ الأربرز وأيضا المدفعية الثقيلة كانت تقصف هذه الجبهات بالتزامن طبعا مع اشتباكات عنيفة على الجبهات الشرقية الشمالية من جهة حديدة الجرش ومن الجهة الشرقية من جهة بلدة بدين في محاولة من كتاب مثل اقتحام البلدتين. الحمد لله استطاع فيها الثوار من صد هذه الاقتحامات وقتل العديد من عناصر الأسد من بينهم ضباط وصف ضباط. في باقي بلدات الغوطة الشرقية تعرضت عدة مدن وبلدات لغارات جوية مكثفة عفوا وخاصه بساتين المليحه وحديده الجرش وتبدين ودير العصافير، مما ادى لسقوط شهيد على الاقل والعشرات من الجرحى وخاصه في بلده دير العصافير. ايضا في القلمون فجر اليوم عناصر اللواء 104 التابعين للحرس الجمهوري استهدفوا برشاشاتهم وقناصاتهم قريه عين الفيجه وساحه البلده وجسرها الرئيسي والطرقات التي تصلها بالقرى المجاوره لوادي برده، اضافه لان مدينه الزبلداني تعرضت ايضا اليوم لغاره من الطيران المروحي والتي استهدفت وسط المدينه. في خان الشيخ جرت الشبكات وقصف عنيف على استراد السلام، وهنا الخبر الاهم سيدي الكريم، طبعا الاستهداف من الجهه الغربيه للمخيم في محاوله من قبل الثوار لقطع طريق امداد كتائب الاسد من القنيطرة، وبالفعل استطاع الثوار من السيطرة على إحدى نقاط تمركز كتائب الأسد على استراد السلام الواصل بين أو على طريق دمشق القنيطرة، وتم تكبيد كتائب الأسد خسائر فادحة في العتاد والأرواح، كما تمكن الثوار من السيطرة على سلم هيد ومشفى مزولية في القنيطرة. هذا ملخص تقريبا ما حصل إن كان في العاصمة دمشق أو الريف الدمشقي. مازن الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية متحدثا من مدينة دمشق وريفها، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات.